من أهالي منطقة عين الكروم بمنطقة الغاب في ريف حماة ضد قرار الجامعة العربية بالطلب من إدارة قمري عربسات ونايلسات بإيقاف بث القنوات السورية الخاصة والحكومية. وندد المواطنون بالقرار الجائر مشددين على أن صوت الإعلام السوري الوطني الذي ينقل الحقيقة سيبقى الأعلى. استنكارا لقرارات الجامعة العربية التي تحولت إلى منصة للهجوم على الشعب السوري، ورفضا لقرار منع بث القنوات السورية على قمري عربسات ونايلسات، نظم أهالي قرية عين الكروم في منطقة الغاب وقفة احتجاجية عبروا خلالها عن رفضهم للمؤامرة التي تحاك ضد سوريا. القارئ للأمور السياسية يرى من خلال قرار وزراء الخارجية العرب أنهم أفلسوا بكل شيء، فحاولوا اللجوء إلى الإعلام. كون الإعلام السوري نجح واستحل الساحة أو أخذ الصدارة بين الإعلام العربي وأفشل الإعلام الكاذب، فحاولوا إلغاء الإعلام، وهذا ما راح بالتأكيد هذا الشيء ما راح يصلون. يعني أتونا بقرار هو إيقاف بس القنوات السورية الصامدة والمقاومة، يعني شيء طبيعي من حماد أو من جامعة العربية تصدر هيك قرار، لأنه أكيد يعني ما عم فرجينا غير فبركتها، لأنه هي من آخر شيء عم تعطي شيء من برا الأرض السوري. أما التلفزيون السوري أو الدنيا أو الأرض السوري، كل فضاءات السورية عم تعطي شيء من داخلنا أو شنو هو واقع إحنا عم نعيشه. العبارات التي رفعها المحتجون عبرت عن تقديرهم للدور الريادي الذي يقوم به الإعلام السوري بوجه الهجمة التي تتعرض لها سوريا. نحن السوريين لم نصمت وسوف نقول الحقيقة التي تنقلها عن الواقع القنوات السورية بكل شفافية ومصداقية. أقول لكم أن جهودكم كجهود الجيش، كما تدافعون عن أمن هذا البلاد فأنتم الآن تدافعون بإعلامكم عن هذا الشعب، هذا الشعب الطيب الذي يستحق منا كل تقدير. مهما حاولوا مهما عملوا نحن ما رح نشوف غير قنواتنا التلفزيونية، وما رح نصدق غير القنوات السورية. أهالي عين الكروم حالهم كحال السوريين، فضحوا أمر العربان فتصدوا لمؤامراتهم الدنيئة. هذا ويواصل تلفزيون الدنيا تتبع الحقائق ووضعها مدعومة بالأدلة أمام الرأي العام، ردا على كل من يحاول أن يشوه صورة الأحداث.